من بين المواضيع اللي كانت كثيره مقترحه على رقمنا ديال الواتساب اللي هو 0624004. وفي المحيط ديالنا العائلي بحكم انا وحده منكم فاكيد تصادفتنا انه واحد من افراد الاسره ولا احنا كاملين كنسمى بعضياتنا انه مشاكل ديال الحساسيه كثرت في هذه الوقيته هذه، مشاكل كذلك ديال النزله ديال البرد او ثاني رجعات بحده كثيره بحكم انه كنعيشوا في واحد الجو شويه مضطرب، ما هو ربيع ما هو برد، ولو ان احنا في اجواء ديال الربيع، الربيع اللي كنتشهوه وكنعشقوه نعيشوا فيه هو الفصل المحبب عند كل الناس في العالم. علاش؟ لانه هو فتره ديال الزهور، فتره ديال الاشراق جديد وبدايه جديده، وفتره ديال المتعه ديال الطبيعه وتبارك الله المظهر ديال الزوين اللي كاين. سبحان الله ربي تعطينا كل فصل بحلوته. فالربيع فيه حلوته، فيه كذلك بعض المشاكل ديالو اللي كتسبب عند فئه عمريه خاصه واحد المحنه كبيره كيدوزوا منها. شنو هي؟ اللي هي الحساسيه. حساسيه ولا مشاكل ديال الراب ولا مثلا ضيق مساكن ولا اللي كيتزيروا في هذه الوقيته بحكم اسباب كثيره، تلوث ديال الطبيعه، كذلك حبوب اللقاح اللي كيكون كثير في بعض المناطق واللي كيجيبوا الهواء حتى لمناطق اخرى ابعد، وعدد من التغييرات ديال المناخ اللي ولينا كنلاحظوها. هادشي علاش انا موضوعنا اليوم انا عارفه ان المكالمات غادي يكونوا كثار، وان شاء الله احنا دائما في الاستماع، خطوطنا مفتوحه، مشكور دائما فريقنا التقني الرائع اللي كيكون سند ليا واللي كيشرفني دائما انه حضوره معنا باش نتعاونوا. ياك اخويا عبد العزيز كرومي، ان شاء الله غادي نستقبلوا مكالماتكم على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. اليوم شرفاني اول حضور ليها في بلاطو برنامجنا لاله فاطمه، ضيفه جديده وانا كنرحب بها وبغيتكم انتم ترحبوا بها، دكتور بياز زينب اللي هي دكتور اختصاصيه في الامراض الجهاز التنفسي وتحديدا الامراض الصدريه الحساسيه والطب النوم. دكتور صباح الخير. صباح الخير لاله سميه، شخبارك حبيبتي؟ لاباس عليك الحمد لله، بارك الله فيك، كنشكرك بزاف على الاستضافه. لا لا اختك، شكرا لك انت اللي قبلتي دعوتنا. شكرا، ربي يخليك. وجيتي اليوم منسانه وان شاء الله غادي نعاون المستمعين اللي في مهانات ان شاء الله. ياك ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي قلته كامل كاين ياك انت في الارض الواقع انت كتلمسيه وكتشوفيه؟ هادشي اللي كنلمسوه كل نهار. ياك اييه. احكي لينا شو واقع بعدا اصلا، حنا في جو ربيع، ما هو ربيع ما هو شتاء، التغيرات المناخيه اللي كنعرفوا في العالم، هالاضطرابات اكيد عندها تاثير على صحتنا بطبيعه الحال، وكاينه فئه عمريه اللي كتكون مضره بزاف، منهم الاطفال ومنهم كذلك الناس الكبار. الناس الكبار حتى هما بيان سور. الوغ هاد لو شونجمون ديال هاد التعرض للمناخ ولا لو شونجمون كليماتيك كما سميوه حنا، كما قلتي مثلا عفوه لا برد ولا صهد. الناس كاين ناس بطبيعه الحال مرضين شويش بالحساسيه، تجيهم هاد الفتره هادي شويش قاصحه. علاش؟ حيت كما قلتي هادي فتره ديال بحال تقولوا تلقيح ديال النباتات ديال الاشجار وكل شيء، تيتعرضوا اكثر لهاد الحساسيه، تجيهم قاصحه بلا قياس. بيان سور هادشي ناتج على 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 كما قلنا هاد لو كليما هذا اللي مبدل، ناتج على على الرطوبه اللي كتسبب مع ما كيكون الحال سخون، مرات تتبدل الحال، تتبدل الواحد، تيتعرضوا للمشاكل التنفسيه، منها كما قلتي ضيق ديال التنفس، او لا هما غادي هو مسكين تيعطس، تيفيق الصباح تيقول انا راسي تيحرقني بالعطيس، ما قادرش نبدا حياتي، نبدا الصباح ديالي مزيان، تيبدا عيان، كل واحد والظروف ديالو. وبيان سور كاينه فئه عمريه اللي هي الفئه الناس ديال الكبار، نقدروا نقولوا كاين شويش ديال الحساسيه، نقولوا شويش ديال المنزله ديال البرد، تجيهم هاد لو شونجمون ديال الكليما دغيا تيقول لك انا ضربني البرد، بغيت البارح كان سخون واليوم اصبحت شويش ديال الميديتي ولا اصبح شويش الحال بارد، تنجي تيحس براسو برد، تيجي عندي تيقول لي انا ضربني البرد. ما كنعرفوش داك الساعه واش هذاك ضربني البرد ولا راه غير مسكين عندو شي بحال تنقولوا حنايا واحد لو تيران ديالو، يعني واحد الضاله ديالو شويه يعني على قد الحال، على قد الحال اي حاجه كضرو مسكين، وتتجي شي بحال تنقولوا دي فاكتور تيخليوه يعني يتعرض يتزير اكثر. واخا حنا كنشوفوا في هذه الوقيته كانت قبل يعني الناس كانت مرضيه، ولكن ما ماشي في هذه الحده هذه، سبحان الله ولات حتى الامراض تغيرت وتبدلات مع الوقت. ما عرفتش شنو طاري في العالم وفي المناخ، ولكن كيف قلنا انه بنادم كيقدر يمرض وياخذ دواء ويولي شويه لاباس ويولي عاوتاني ويولي يمرض لدرجه ولات يقول شنو طاري. كثير منهم فكروا تيقول لك فيروس الكوفيد باقي كاين، مازال مستمر، باقي الحده ديالو. هل صحيح ان هذه النزله اللي كنشوفوا لهذه الاعراض هي باقا كوفيد حاضر بيناتنا؟ الوغ كوفيد حاضر ما حاضرش سا ديبون على كل واحد، سا ديبون على الاعراض ديالو، على سا ديبون على مع من، على فين سافر ولا على فين كان. بحال الناس هذه الفتره ديال العطله كانوا يسافروا ولا العمره رجعوا، شي ناس الكبار جاوا من العمره ولا جاوا من هذا، يعني بلاد الخليج والبلاد السعوديه مازال فيها دي فيروس شبيهه الكورونا، فيروس دي ريسبيراتوار بحال تنسميوهم، ماشي ولا بد كورونا.
تيجيو تيجيو مرا تيجيو عيانين نفس الاعراض ديال كورونا نفسها ما تتشابش حيت اصلا كوفيد ولا كورونا ما هو الا فيروس فحال 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 الانفلونزا الحده ديالو الديبون ديال ديال لو تيران ديال بنادم المناعه ديال الشخص المناعه ديال الانسان شنو هي كانت خليتيها مشكل في المناعه راه غادي يبانوا اعراض الا كانوا فوالا الا كانت المناعه ديالو على قد الحال بيان سور الناس الكبار ولا الناس اللي عندهم امراض مزمنه تجيهم صعيبه وتجيهم قاصحه كاين ناس المناعه ديالهم مزيانه يكون فيهم كوفيد ما حاسينش به تجيهم اعراض طفيفه منها حريق ديال شوفوا شويه الاعراض والعلامات باش نوضحوا اكثر شو كتجي في البدايه ديال الواحد كيحس براسو عيان لا فاتيك اكزاكتومون عيان بزاف تقدر يجي حريق الراس يقدر يجيه شويش ديال بحال تنقولوا دي فريسون يعني بحال تبوريشه ولا السخانه البارده نوع من التبوريشه حريق في البلعوم ولا حريق في الحلق تقدر تجي حتى الكحه كحه مزمنه كحة يا إما تقدر تكون ناشفة أو لا تقدر تتطور من بعد الوقت واحد دوز اون سومان ولا دو سومان تولي ديك الساعة تتخرج إفرازات تقدر يكونوا عاديين ولا يقدروا يكونوا ملوتين شي شوية يعني كل واحد والحدة ديالو مي لا بلوبار سي لا فاتيك جينيرال يعني تتحس براسك مهدود واكلها دي فوا تتحس بحريق المفاصل تا هو تيجي تيقول لك شائع بزاف تيقول لك عظامي كيضروني العظام تاعك الظهر تيحرقني شحال من واحد تيجي تيقول لك انا ظهري تيحرقني يمشي مع الروماتيزم ولا هادي بيان سور مع مع الحوار معاه مع جبد هادي جبد هادي تلقى بانه يقدر يكون نزلات البرد او لا فورا واخدو ضربو البرد او لا متعرض لشي فيروس في في في, في الهواء ودالو هاد هاد الاعراض ماشي ولا بدا زعما الروماتيزم اللي تنسميوه حنا يعني خليتي اعراض مختلفه شويه شويه من كل حاجه كل واحد على حسب المناعه ديالو على حسب جهاز المناعه ديالو شحال كدوم هاد الاعراض هادي دكتور زينب تقدر تدوز واحد 3 ايام 5 ايام على حسب المناعه ديال الانسان تقدر تطول بحال دابا كاين الناس اللي تقدر تطول فيهم من جوج حتى ثلاثه ديال السيمانات منها الاعراض ديال العيا ومنها الاعراض ديال الكحه الناس اللي جاتهم الكحه في الاول تقدر تدوز بحال طول بهم واحد جوج ثلاثه السيمانات هذيك الكحه ما كتحيدش ما كتحيدش تيجي تنقول لك ناخذ الدواء تناخذ ما بغاش تحيد على بعض الناس تمشي استعملت لي سيرو سيرها علاش زعما هاد الحساسيه واش تحولات مثلا المشكل الحساسيه لانه كيفكروا ديما الناس كيجيونا في الاسئله هكا ياك ما دخلت في المشاكل الصدريه دخلت في مشاكل الجهاز التنفسي دخلت بدايه حساسيه ولا عندي مشكل خصني نعالجه ولا غير فقط نزلت برد وهذه المخلفه ديالها الوغ سا ديبون على الناس قدر كان يكونوا الناس ايفيكتيفمون عندهم لو تيغا يعني الضاله ديال ديال الحساسيه كيكونوا اليرجيك ولكن شي شويه حاسينش براسهم تجيهم هذه المنزله ديال البرد تجي قاصحه الكحه ديال هذيك المنزله ديال البرد عند الناس اللي شويه فيهم الحساسيه تقدر تدوم تقدر تطول سينو كاينين الناس اللي تيتعرضوا لهذا تتكون داك الكحه مأسوسيه مع امراض مزمنه الناس الكبار او لا تتكون مع امراض واحده اخرى فحال 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 التيغان ديال لو غفلو يعني ارتجاع المعي المعدي الناس كيعانيو منها بزاف سورتو فهاد الشيء الوقيته ديال رمضان كاين الناس اللي مرض في رمضان نزلا وكلشي وتيخلط الماكله لو غفلو في الليل الكحه ما تتطلقش منه تجي تقول لك انا الكحه ما باش تطلق مني ما باش داك الكحه ماشي ولا بدا السبب ديالها هو داك البرد اللي بقى فيك تقدر تكون سببها حتى داك لو غفلو اللي تي عنده علاقه بالامراض ديال الجهاز الهضمي وي كاين علاقه بيان سور داك 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 لو ليكيد الارتجاع اللي كيرجع اللي كيرجع لنا داك الحموضه تتقدر تسبب لنا فحال التهابات ديال الحلق اي منها تدوز لنا لي برونش ديالنا تتعطينا داك التهابات هذه معلومه مهمه هذه احنا غادي نستافدوا من عندك اليوم دكتور زينب بياز مشكوره حبيبتي على حضورك معنا شرفتينا نعاود ندخل التخصص انه دكتور بياز زينب اول حضور لها في بلاتو برنامجنا لاله فاطمه نضافت كفرد مهم في اسرتنا ان شاء الله غادي يكون عندنا حلقات كثير غادي تجمعنا بحكم التخصص ديالك تبارك الله المهم امراض الصدريه الحساسيه طب النوم يعني كيجونا تساؤلات حتى على مشاكل ديال طب النوم باقي الناس باقي ما قداتش النوم ديالها خليتيها نرجعوا للشهر الفضيل رمضان خلاو بعض المشاكل الناس مازال تعاني من هذا الموضوع فاحنا كنتكلموا على الحساسيه ديال هذا الموسم هذا الموسم اللي بزاف ديال الناس مازال عندهم النزله باقي عندهم مشاكل جهاز تنفسي حسوا بهذه الاعراض بهذه العلامات كي اللي تيقول لك بدايه حساسيه او ضيقه على الاطفال ولا على المسنين حنا تنخافوا دائما على هذه الفئات العمريه لان كتكون فيها شويه هشه خاصنا شويه العنايه شويه اكثر ايضا هذه الكحه المزمنه اللي ولات بزاف عند بعض الناس تفسيراتها وعدد من الحويجات غادي نضويو عليها في حديثنا بعد ما نرو فقط غير فاصل اعلاني دكتور زينب والمستمعين ديالنا تنعاود
نذكر أن حلقتنا مباشرة، بإمكانكم تعيطوا لنا دابا على أرقامنا 05 22 31 33 33، رقمنا الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. أرقام سهلة تقربكم من دكتور زينب، ولا بغيتوا تسألوها أي سؤال ما كاين حتى مشكلة للرسولين، غادي نفتحوا خطوطنا بعد ما نمشيو فاصل قصير. لالا فاطمة، حلقتنا اليوم الوالدين إحسانا مشكورة دكتور بياز زينب، دكتور اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي، مشاكل الحساسية، كذلك طب النوم، حاضرة معنا في حلقتنا اليوم باش نضويو على هاد المشاكل اللي كاينة دابا عند كتير من الناس، فئات عمرية مختلفة بما فيها الوليدات الصغار، الأطفال، الرضع، أيضا حتى يعني متوسط الأعمار، البالغين شوية، وحتى كبار السن. هاد الفئة اللي تاهي كناخدوها بعين الاعتبار بحكم أن هاد الفقرة مهدات ليهم، حول التغيرات المناخية اللي كتعطينا بزاف ديال الأعراض اللي قلنا، عدم الراحة، تعامل مع حساسية الربيع اللي منتشر كتير عند بزاف الناس وبدات كتظهر بقوة بزاف، فكاين الناس اللي مرضوا وعاود خداو الأدوية وعاود رجعوا مرضوا، اللي تيخلي بزاف ديال الناس سألك ما بداية حساسية هذه خصني نعالجها شو خصني ندير. فسؤالي قبل ما ناخذ دفع من المكالمات، انت شفتي تبارك الله شحال ديال الاتصالات دكتور زينب، غير احنا بحكم انه فصل ديال الربيع وكتكون كذلك واحد الحساسية اخرى خاصة ديال فصل الخريف، شو اللي كتكون جهد اكثر، الربيع ولا ديال الخريف؟ في هذه الفترة هذه ديال الربيع احنا تسميه فصل الربيع، هو الفصل المشترك ما بين تلقيح ديال بزاف ديال الاشجار، داك الاشجار كاينين تلقيح ديال الحبوب اللقاح كاين على طول العام، مي اون بارتيكولي في الوقيته ديال الربيع كاين عندنا تلقيح ديال الاشجار ديال الزيتون اون بارتيكولي بزاف، اللي تي المغرب تبارك الله معروف بشجر الزيتون، تبارك الله كاين اشجار زيتونيه تيدوزو في 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 الموسم ديال الهواء غابيدمون، وكيقدروا يوصلوا بزاف ديال الكيلومترات دغيا، يعني دغيا يوصلوا يعني كيرحلوا مع الريح، كيرحلوا مع الريح اي تيسببوا المشاكل ديال هذه الحساسيه اكثر من المشاكل ديال الحساسيه ديال الخريف. يعني هاد الوقيته هادي كتجي جهده اكثر من ديال الخريف، هاد الخريف نقدروا نقولوا عليها ماشي الحساسيه، نقدروا عليها نقدروا مزلات البرد اكثر ولا لي فيروس اكثر، لي فيروس اكثر، لي فيروس اكثر. مي دابا كاين الحساسيه ديال الربيع ديال حبوب اللقاح، هاد الفتره هادي معروفه بحبوب اللقاح، تلقيح ديال حبوب اللقاح، ولي دايرين هاد الحاله كامله ولي يقدر يكون داير هادشي كامل. طيب دكتور غادي نمشيو، ما نخليوش المستمعين ديالنا يتسناونا اكثر، علما انه عندنا بزاف الاسئله غادي نجاوبوا عليها ان شاء الله. معنا سي محمد من ورزازات، نحييو الناس ديال ورزازات اللي معنا في الاستماع اول مكالمه. السلام عليكم سي احمد. سي محمد. نعم اختي. السلام عليكم سي محمد، صباح الخير يا سيدي. جمعه مباركه. الله يبارك فيك. تفضل يا سي محمد، شو حاب الخاطر؟ الوالدين تجيني واحد هذيك الحموضيه. الحموضيه تجيني بزاف، يكون مزير. حموضيه ديال المعده كتجيك بزاف. تجيني بحال الانتفاخ في كل شيء، ما تنتظر شويه، المهم يومين ثلاث ايام عاود ثاني كتمشي تجي ما نعرف كيفاش. وهذا الشيء قبل شهر رمضان ولا حتى في رمضان عاد جاتك ولا شنو؟ قبل في رمضان، رمضان كاع ما تجيني في رمضان. رمضان ما عمرها جات. في رمضان عمرها ما جات. وانا سؤالا نسولو شنو كتاكل من خارج رمضان، يمكن الصيام كيوالمك ياك سي محمد؟ ما نعرف دابا هاد الماكله اللي تناكل ما بزاف الا كليت البيض. الا كليتي البيض وما مشيتي للطبيب شفتي المعده لا ما عمري مشيت للطبيب، المعده كانت كتضرني ولكن تنستعمل دواء تتمشي. المهم واخا سي محمد، واخا تخصو شويه خارج على الموضوع ولكن ما فيها باس. دكتور زينب شنو بالك؟ الوغ السلام عليكم سي محمد، بغيت نسولك الله يخليك قبل ما تقطع، هذا الانتفاخ اللي تيجيك قلتي لي اثناء البيض او اثناء اكل البيض اون بارتيكولي، واش كتنفخ كرشك ولا تينوض فيك حبوب؟ لا ما جيك ما غير هذيك الانتفاخ الحموضيه اللي تطلعني بزاف وتتكون نظيراني حتى سميتو الا بغيت حتى كرشي تتكون قاصحه. هاد الزيره هادي اللي تتقول لي واش تزير على مشكله على 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 الجهاز التنفسي ولا على الكرش ديالك؟ الكرش ديالي. لا الكرش ديالك ما تيكونش مصحوب معاها بحال نقولوا قبض ديال 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 التنفس، ماشي القبض التنفس، القبض ديال الكرش ديالك. يعني تو ني با كونستيبي ولا شي حاجه؟ عندك قبض سي محمد. هي بحال اللي تجيني ديك اسميتو ديك النخيمه. تتزيرني بحال اللي بغيت نتقيها، بحال سميتو ملي تنتقيها شويه صافي المهم تنرتاح. كيخفف النخيمه هذاك على شي بحال تتقول لي انك تترجع شويه الماء، يعني الماء الحموضيه تطلع لك مع الجوف. ايوا هذه هي القرجوطه، كتطلع لك لهاد القرجوطه. دابا هذه هي اللي تنهضر لك عليها، الزيره اللي تتحس بها واش على مشكل معده ولا على مشكل
مشكل ديال الصدر حيت حتى داك الترجع ديال 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 المعده تحرق تيدير التهابات في الحلقوم وتيدير التهابات حتى في الصدر تيقدر بنادم يتزير بهذا الشيء هي هذه تيقدر يتزير بنادم بهذا الشيء مي الا كان عندك تزير حتى في الكرش تقدر يكون مشكل حتى ديال هذه القضيه ديال القبض شوف واش القبض كاين يقدر يكونوا غير الماكله بحال بنادم تيغلط شي حاجه تي هذا مي الا كان تاثير على الجهاز التنفسي يعني هذيك حاجه واحده اخرى التدخين التدخين تندخن شويه بزاف ياس محمد تيدخن حتى هو عامل حتى هو هادو من العوامل اللي تيسببوا الاختناق التنفسي ما تهضروش على المعده لازم يزيد الالتهاب حتى هو بيان سادو مهيجات كنتعرضوا لهم حتى في الهواء سواء لا فيوم ديال 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 لي سيجاريت ولا ديال هذا حتى هو تاثر على دابا سي محمد شنو نصحو يدير يصبر على هاد الحاله ولا خصو لا ما خصوش يصبر خصو يشوف الطبيب يشوف الطبيب سورتو الا كان هادشي كيما تيقولتي تجيب ديما تخصص ديال الجهاز الهضمي يشوف الطبيب ديال الجهاز الهضمي واخا سي محمد انت فوالزازات الله يرضي عليك غتمشي الله يعطيك الصحه تشوف الطبيب وتشوف الجهاز الهضمي ديالك شنو يعطيك الادويه لان ما تبقاش تاخذ غير الدواء غير هكاك وان شاء الله يكون الله تيسير ويجيب لك الشفاء يا ربي شكرا لك سي محمد نهارك مبروك سيدي نهارك مبروك شكرا لك طيب من ورزازات غادي نمشيو جديد هذه المره دكتور زينب بياز غادي ناخذو سي منير السلام عليكم سي منير السلام ورحمه الله صباح النور يا سيدي مرحبا جمعة مباركة علينا وعليك سيدي مرحبا الله يخليك بغيت نسول الدكتور على واحد الموضوع ديال واحد المدام عندي عندها واحد الحساسية مفرطة اللي كتجعل لها الكحبة ما كتقطعش مرة كتكون عامرة عندها لكخاش ومرة كتكون خاوية وسيرتو ملي كتكون خاوية كتولي سيفير كحبة الشيء اللي كيجعلها أنها كتجيها تسخ من موراها وما كتقدرش بقات تاكل هاد الفترة هادي ديال الحساسية السلام عليكم سي منير بدا جمعة مباركة شكرا قل لي سي منير الحالة ديال الزوجة ديالك واش موسمية ولا على طول العام؟ لا على طول العام دابا على طول العام على طول العام ما كتقطعش واخا هذه الحساسيه هذه تتقل ملي انت ساكن في جديده واش تتقل لك ملي تتمشي شي بلايص ديال الداخل ولا شي مدن ديال الداخل لا تتبقى لا فيها واخا هكا كتبقى اها وهذه الحساسيه هذه انت باش عرفتيها حساسيه واش ملي تتعرض هي شي غبره تتمشي روايح لا هي حساسيه ناتجه على واحد مشكل كيف الشعب الهوائيه اللي كاينين في اييه راني عارفه بان الحساسيه اييه ولكن شنو مسببات ديال هذه الحساسيه؟ بعض الاطباء كيقولوا لنا بانها واسعه وبعض الاطباء كيقولوا لنا بانها مضيقه. وعلى حسب سكانير بان هذه الشعب الهوائيه عاديه. ما عرفناش شنو الاسباب اللي كتجعل الكحبه ما كتنقطعش. لا هي بالضبط ليش كتعرض؟ شنو هما المؤثرات ولا المهيجات اللي كتعرض لها باش حتى تنوض هي تتزير؟ واش كاين اللي كتمشي روايح مجهدين بحال ريحه ديال جافيل وريحه ديال العطور وريحه البخور اولا ملي تتعرض للهواء الناسيم البروده هذوك الروائح ديال جافيل والريحه ديال الكروال هذا كياثروا عليها اي ريحه اي ريحه الا كان غير ريحه الزيت ديال القليل دونك هذا وشحال ديال الوقت هي فحال هكايا تقريبا راه واحد المده دابا ديال عام ونص عامين هكاك عام ونص وكنمشيو عند الاطباء وكيخرجوا لنا ادويه ولكن ما كتعطيش الفعاليه ديالها ربما كانت خدات غير شي براوات كونتر لي ميكروب وما داروا معاه هو في البدايه شويه ولكن في الاخر ما عاود داكشي كيمشي ويرجع واخا سي منير الوغ انا باش نشرح لك هذا المشكل الحساسيه وهاد القضيه ديال الفرط الحساسيه اللي عند المدام ديالك تجاه الروائح المجهدين انت تقولها او لا جو سي با تقدر تكون حتى البروده الا شمات الا تعرضت للبرد ولا تعرضت حتى جديده راه شويه فيها الرطوبه كثيره في الجديده راه فحال بحال كازابلانكا وكثر كاع بالمره دكتوره كتكون غير فشي اونفيرونمون كاع ما كاينش البرد وهذا ولكن كتكحب سا ديبون على داك لونفيرونمون اللي تتكون فيه واش كاين فيه الغبره حيت كاين حتى اللي تيتحسس من الغبره كاين اللي كيتحسس من الريحه ديال القرو كاين اللي كيتحسس من الروائح المجهدين كما قلت لك بيان سور هادشي تيبقى كلهم كتحسس منهم دونك هادشي كيخصو واحد التشخيص طبي انا ما عرفتش المدام ديالك واش كان شافت اخصائيين في الجهاز التنفسي حيت شافت اخصائيين شافت اخصائيين في الجهاز ديال النومو قالوا ليها بانه هذا المشكل هذا الكبر ناتج على ان كتستر من هذا ما لو ساعة ديال الشعب
أيه. تهيج الشعاب الهوائية. لا هو قالك توسع الشعاب، يعني الشعاب الهوائية واسعة عندهم. الوغ ملي داروا سكانر لقاو نورمال عادي. إلا كانوا واسعين كنهضروش على شي حاجة سميتها الدقة، نقدروا نهضروا على لا ديلاتاسيون دو برونش، سي مالادي أباغ، ولكن حتى هي تتعطي نفس تقريبا نفس الأعراض ديال اللي تيقول هو داك لي سيفلومون اللي تالكحة هادي، والقضية ديال التناخم اللي تتخرج مع الكحة. تقدر هذا هو توسع الرئة إلا كانوا قالوا له بأنه كان توسع. بالنسبة للكحاش راه حنا درنا التحليلة ديالها على ربما يكون داك السل ولا شي حاجة ولا شي أمراض آخر، لقيناها بأنها عادية عادية. وكان عملوها تقريبا كل 3 شهور. ايه وكتعطينا عاديه، يعني ما يعني داء السل بعيدين منه بزاف، ما يقدر نهائيا. يقدر يكون هذه القضيه اللي كانوا قالوا لك الاطباء اللي شفتي بانه عندها توسع الشعاب الهوائيه، فهذه ماشي مرض بحال تنسميوه مرض الدقه ولا مرض الحساسيه، ماشي ولا بدا يقدر يكون مرض الحساسيه عندها. دوك هي كيقول لي بانه تتحسس من الروائح المجهدين وكل شيء، ولكن هذه القضيه ديال التوسع يكون ربما يكون شي ميكروب دار شي التهاب. هاد توسع الشعب الهوائيه نسيت توسعوا دي فوا تيكونوا عرضه لان لي ميكروب يدخلوا لذاك الشعب كيكثروا فيهم داك لي سيكريسيون، هما هاد التناخم اللي تيقول عليهم. اذا التناخم الا قاسهم الميكروب وتلوتوا وكانوا بزاف بكثره، وخلي برونش راهم واسعين وعامرين داك لي سيكريسيون تيضيقوا وتيديروا داك الصعوبه ديال التنفس وتيديروا داك القضيه ديال لي سيفلومون اللي تيسمع هو ديفو. دونك هذا اللي عنده حل عنده علاج. الحل اول حاجه كما راه جو بونس راه دارهم الاطباء تبارك الله راهم يعني رشدوهم على الحاله، يعني القضيه ديال انه يدير تحاليل ديال داك التنخيمه باش كنعرفوا افيكتيمون واش كاين فيها مرض السول او لا شي ميكروب. الحمد لله قالت مزيانه كاينين دكتور الحمد لله. كاينين القضيه ديال لي دريناج كنخويو سي دي سيونس دو دريناج ريسبيراتوار، تنخويو داك لي برونش ما تنخليوهمش عامرين، تنبقاوش كننفسوا بنادم بحال اللي تنقولوا حنا باش كترتاح شي شويه في التنفس. منير اقترحوا عليك هذه الفكره بالنسبه لهذا الموضوع ديال التنفس. حنا درنا الكازوميتري وعطاتنا عاوتاني بانه كاين واحد لومونك ديالاش 40 هذيك الكازوميتري درناها ولقيناها فيها تقريبا 50% 45% 50 ديال التنفس. دونك الاكسجين عندها ناقص شويه. تا هو وشنو الظروف ديال هاد الكازوميتري؟ حيت ماشي بحال تنقول ماشي تحليله تنديروها غير هكا. تكسروا هذه شنو هي تكسر الكازوميتري؟ واحد شنو سامعين كاملين فهمونا اش كنهضروا. الكازوميتري هو تحليل ديال الدم ديال العرق تنشوفوا به بحال تنقول الكونسونطراسيون ديال الكربون في الدم وشحال ديال الاكسجين في الدم. هذا ولكن سي با ان اكزامان اللي كنقولوا عليه سيستيماتيك، يعني تنعطيوه دون بلي الا بغيتي ديرو على حسب ليطا ديال الباسيونت. الا كانت افيكسيموم مشات في واحد الوقيته موقفه بالتنفس ما تطلعش النفس فيها سخانه ولا شي حاجه هادشي اللي كيوقع لها دكتوره. هاد الاعراض غادي يقدروا يشوفوا لها هادشي باش يعرفوا اين تريتمون يتعطى لها، حيت كاين تا هو عنده الدواء ديالو كتعطاهم لي تريتمون سا ديبون على ليطا ديال هاد لي برونش. حيت كما قال لي الا كان صعوبه ديال التنفس 50 دي فوا تنلجؤوا حتى للتريتمون با فونتيلاسيون التريتمون فونتيلاتوار. الا كانوا الشعب الهواء ديال الشعب الهوائيه توسعوا بزاف بحال ما تبقاوش كيقدروا يعطيو لو فونكسيونمون ديالهم مزيان تنقدروا نلتجؤوا لا فونتيلاسيون ارتيفيسيال حتى نسميوها سي ا دوميسيل، لكن هادي سي كا باغ كا ماشي كلشي. تفضلي سيمون. كانت الدكتوره واحد الهوسبيتاليزاسيون ديالها كانوا داروا لها العمليه ديال انهم عطاوها الاكسجين عن طريق يعني الحالات ديالها شويه متقدمه وشويه صعيبه. هذه لا علاقه ديالها مع الدقه زعما كدقه، ولكن سي توسع ديال الشعب شويه. طيب دكتور باش تنصحيه كيفاش تعيش هذه السيده هذه؟ شنو تفادى؟ شنو تاخذ بعين الاعتبار باش تقلل من عندها غير الازمه بعدا ما تجيهاش بزاف؟ الوغ اول حاجه هذاك الافرازات اللي كيكونوا فيها ملي تكون السيده مزيره ولا شي حاجه، اول حاجه خص الدريناج، يعني خصنا نخويو نشوف مراكز ديال لي دريناج ديال لي كيني المروض الطبي. لي كيني كاينين دي سيونس دو كيني تيداروا. سي منير كتركز معنا ياك في الجواب. الله يرضي عليك. انا كنسمعها. دي سيونس دو لا كيني تيداروا حساس الترويض باش تخويس الدرد ديالها، يعني كتحتاج ما يبقى شيء. ايوا بيان سور داك القضيه ديال ملي تنشوفوا داك التناخم مسخين بزاف، هذا هو اللي قال نشوفوا التحليله ديال داك التناخم واش مسخه واش يركب فيها شي ميكروب شي فطريات شي ديال السل برينسيبالمون تنخافوا من هاد القضيه. قال لك يعاودوا كل 3 شهور مزيانه.
يعاودك مزيان مزيان كل 3 شهور ويشرب تشرب الماء بزاف. كنصحو انه لي بواسون بحال هذا تشرب الماء بزاف الماء بزاف وبيان سور هذا الشيء بعد ما يشوف الطبيب الاخصائي ديال هذا حيتاش الاسباب ديال هذا التشعب ديال هذا التوسع الشعب الهوائيه الاسباب ديالها بكثره صديقو على كيفاش دوزات لونفونس ديالها كيفاش كبره ماشي غير حيت ديال طاسون دو برونش ولا توسع ديال الرئه ماشي كتجي عند اي انسان يعني ما كاينش نوع واحد فيه بزاف الاسباب الاسباب ديالها متعدده علاش دارت لي انا اصلا هاد الجعب ديالي علاش توسعوا تقدر تكون دوزات ديزانفيكسيون ا ريبيتيسيون بحال بزاف ديال التعفنات ديال الجهاز التنفسي ملي كانت صغيره وهي تتعفن تقدر تكون دوزات لا توبركلوز وهي ما عارفاش ممكن دوزات السول ما عارفاش دوزات المرض السول وما عارفاش سولتيهم على هذا السؤال انه علاش الشعب الهوائيه واسعه عند شو السبب ما باقي ما عطاونيش الجواب اخر جواب عطاوني قال لك يمكن نستعملوا واحد الدواء كيدوز على طريق الاكسجين هو اخر مرحله وحنا الدواء كيدوز على طريق الاكسجين لا زعما شو كان السبب في الاول في الاصل في الاول السبب ما احنا ما عرفناش ما عرفتوش السبب الاول ما عرفناش حتى ولات كتكحب ما عمرها ما كانت كتكحب ملي كانت صغيره كتطور نعم ما عمرها ما كانت كتكحب ما عمرها ما كانت كتمرض بزاف في العام ديال ما عمرها ما كان فيها هادشي غير هو احنا دابا في المره الاولى مره كيقول لنا وقيله الضيقه وقيله الحساسيه ولكن ملي شخصنا عن طريق الاسكانر قال لنا بانه هذيك الشعب الهوائيه هي اللي توسعت ولكن في حاله اخرى قال لنا راه ضيقه دابا ما بقيناش عرفنا يعني باش نقول لك السي منير بان الضيقه والحساسيه بعد ديال ستار راه سي لا ميم شوز حساسيه اولا ضيقه اولا رب وهذو نفس الالفاظ يعني بحال بحال الاستاذ ديال اختصاصي في الحساسيه بانه ما كايناش الضيقه فوالا ما كايناش الضيقه حتى شعب قالك بان غير الشعب الهوائيه راه ما كايناش الضيقه كاينه واحد الفرق في الحساسيه هي اللي كيعمل لها هذه الكحبه هذه سيفير ومن بعد عاد باش بقينا كنشخطوا كنشخطوا نعم سيموني راه تقدر تكون عندها اون بلوس ديال الشعب الهوائيه اللي مساعد تقدر تكون عندها كيف كما قلتي فرط الحساسيه من داك الشيء انت قلتي عندها فرط الحساسيه من البخور من الروايح من هادي سي دي شوز اللي تي اغراف يعني تي كل حاجه عندها شي علاقه بشي ريحه اللي هي انورمال كتحاول انك اكزاجيري فيها اكزاكتومون غادي تكون كتاغرافي يعني بزاف المسببات كيعذبوها واش نقول لك السي منير الله يجيب لها الشفاء يا ربي ويكون معاها ياك مع كل مريض اللي كيسمع لينا في هذه اللحظه لانه صراحه معاناه التتبع ديالها واش نبقاو غاديين هكا بهذه المرحله هكا حتى يبقى كمل معاها في التتبع السي منير انا كنصحك بانك تبقى متبع مع طبيب ديال الجهاز التنفسي سورتو ديال هذا الشعب ديال التوسع ديال الشعب هو اللي غادي ينصحك بهذه القضيه ديال هذا التحاليل اللي خصك تبقى دير كل مره الطريقه ديال الكينه اللي خصك تدير لها كل مره وبيان سور الدواء اللي غادي يصلح لها اون بلوس ديال هذاك ديال الشعب الهوائي اللي مساعد ومع قضيه ديال فورت التحسس راه بيان سور غادي يكونوا عطاوك دوايات ما غاديش تبقى تقدر ما عطاوناش الدواء غالبا كيعطيونا غير شي لي زونتيبيوتيك اها هذاك لي زونتيبيوتيك باش لان جوني بحال شاكين شويه بان يا بان فيروس ولكن ما عرفناش هاد لي زونتيبيوتيك غير كتسالي المفعول ديالهم صافي كتعاود ترجع العمليه ا زيرو باش نشرح لك هذه سيمونير هي العمليه غادي ترجع ازيرو يعني الكحه عمرها ما غادي تمشي ملي كتكون عندنا شعاب ديال هوائيه موسعه ما كتمشيش الكحه وما كتمشيش القضيه ديال التنخم القضيه اللي خصك تنتبه ليها هما داك التنخم واش كيصفاو الا ولاو بويض عاديين كي مره كيوليو بويض ومره كيرجعوا الو ملي تيكونوا هذيك القضيه اللي تيرجعوا خضر اولا ملوتين اولا مسخين هذيك هي القتال اللي تقدر يكون الانسان تتزير بزاف لان افيكتيمون تقدر تكون تعرضت للفيروس وتعرضت للبكتيري ولا شي حاجه فريمون هذيك هي القتال اللي كتزير فيها سيرتو في هذيك القتال اللي كتزير فيها بزاف لان كتكون كما قلتي دكتوره اي لان تكون تتعرضت يا اما دي فيروس يا اما دي بكتيري كما قلتي وهذاك فذاك القتال افيكتيمون هذاك هو القتال اللي تنعطيو فيها دي زونتيبيوتيك حيت ما خصش داك التعفنات يبقاو في الشعب الهوائيه اما اذا كانوا بويض وصافيين هذاك ما كاينش مشكل هذاك بالعكس عطاها غير الماء خص الزوجه ديالك تشرب الماء حنا كنصحوا بان الواحد يشرب الماء دو حتى 3 لتر باغ جوغ باش بحال تنقولوا داك ماشي تنسى بحال ترطب شي شويه هذا دكتوره غتسالي لك اخر سؤال على حساب لا نوتريسيون ديالها ما كاينش شي مواد يعني اللي ممكن تاكلهم وعاود يزيدوا اثروا عليها على الكحبه اللي خصها تفاداهم هاد لي زاليمون هادو اللي تتقول عليهم سا ديبون واش عندها هي فرط الحساسيه ماشي ماكله
هذيك علاقه بوحديتها التغذيه ديال غادي التغذيه بوحديتو الا كانت هي مي ما غاديش تاثر عليها بوغ زعما ما كاينش شي تاثير زعما على الحاله التنفسيه ديالها و هاد الاعراض اللي كتجي دابا على فرض الحساسيه واش كاينه اصلا ديال الماكله ولا ما كايناش عمركم درتو تيست سيمونير ديال التغذيه الماكله لا ديال التغذيه درنا ولكن عاديه عاديه ما عندهاش شي حاجه ما قال لها غير بالنسبه اللي بواصو هما اللي تبعدي منهم فوالا تبعد ولكن الماء العادي الماء الطبيعي تشرب اكثر من الماء ولا شي حاجه ولا شي شي خضر اللي غاز بحال مثلا الكوار ولا اييه ولا لي بروكولي ولا شي حاجه يعني وحتى القطنيات هادي منهم هادو كلهم هاد المواد تبعدي حاولي تاكلي ما احسن ما مثلا شي حاجه اللي هي فيجيتال وكنظن بان متبع مزيان وبانك راك في ايدي زعما سليمه الحمد لله. انا كنحييك السي منير صراحه والله العظيم برافو عليك ونعم الزوج تبارك الله سند ديال الزوجه ديالو في هذه المحنه ديال المرض ديالها ان شاء الله الله يشافيها لك ان شاء الله وسلامي لكاع المستمعين ديالنا لهلا اختك السي منير نتمنى نكونوا فدناك وبقى معك في التتبع ديال الطبيب ديالك ان شاء الله ديال الزوجه ديالك ان شاء الله يكون خير. طيب سي منير من جديده مكالمات كثيره دكتور بياز زينب والموضوع كيف قلنا موضوع ديال الحدث ديال هذه الوقيته ما كاينش كيف قلت من بيت مغربي ما تيخطاش من هذا المشكل كل واحد غتجي تفقسيه وديري شي كان يقول لك انا عطست كان في الصباح يكونوا عندي هذه الاعراض ما عرفتش واش بدايه حساسيه واش عندي مشكل كان مرض وكنعاود ناخذ دواء ما كيقدرش فيه كل عاود نمرض عاوتاني واش هذه بدايه امراض كيف قلنا موسميه ديال الحساسيه اولا ديال الضيقه كاع كيمشيو ابعد الشعب الهوائي كتاثر قلنا انه هذه الامراض الحساسيه كتكثر اللي كتاثر لنا على هذا الموضوع. فمعنا اتصال سي محمد من ازيلال غادي ناخذه سريعا دكتور. سي محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله اخي. سي محمد مرحبا بك. تفضل سي محمد. مرحبا معك الدكتور تفضل. شو السؤال ديالك؟ اختي انا ونصح عليك واحد المشكل الله يسعدك انا عندي واحد حل المعده ولا الفم ديال المعده كناكل زوج الغدات ولا ثلاثه الغدات كيحلوا لي تمك. شحال كتاكل سي محمد ديال الغدا؟ كنبقى واحد جوج دقائق ولا دقيقه ولا هكاك عاده يتسرحوا شي شويه. يعني جوج دغيمات ثلاثه دغيمات ماشي جوج غداوات وثلاثه غداوات. دغما جوج كيوحلوا لي دغيمات. واخا متفقي. سي محمد خلعني صحاب لي ثلاثه الغداوات. واخا سي محمد قلتي لي كتاكل غير شويه ديال القيمات وكتجيك هذا المشكل. لا دابا كيوحلوا لي دابا الى بعض المرات كنصحى شكل الطواليت ونتقي هذاك الشيء وعاد نرجع ناكل. واش في البلع الصريط عندك مشكل ولا كتقل عليك المعده ولا شنو الموضوع؟ سولي هزيمة واش في المعده؟ السلام عليكم سي محمد. السلام عليكم سي محمد معك طبيبه. عليكم السلام اختي بارك الله عليك. الله يبارك فيك اسيدي. قل لي يا محمد واش هذا المشكل اللي كتعاني منه حيت ما فهمتش واش ملي كتاخذ القمه وتتوحلك في البلعوم يعني في الحلق ديالك ولا حتى تتوصل المعده ولا شنو؟ لا تتوصل تت ماشي بالحق ديالي. كتهبط لتحت. كتهبط لتحت يعني تتهبط؟ كتهبط الفم ديال المعدة يمكن الله اعلم الفم ديال المعدة. ايوا وكتوحل لي تماك. كيفاش كتوحل؟ باش عرفتيها وحلات؟ شنو الاعراض اللي كتسبب لك؟ هذاك الشيء اللي المهم كنبقى نجلس ما كناكلش. تتسرح شي شويه غير تسرح نشرب واحد شويه ديال الماء غير شويه وما الا كثرت الماء غادي يدوزو. واخا وهاد المشكل هذا واش كيكثر فيك بزاف؟ واش عندك ديما هاد المشكل هذا عندك ديما ولا عاد بان فيك؟ عندي ديما اختي ديما وعمرك ما شفتي عليه جهاز طبيب ديال جهاز الهضم؟ مشيت البلي من الله يسع عليك دوزت عند واحد الطبيب قال لي خصك دير تيو. ايه ودرتي؟ قلت لي ديك الساعه الله يسع عليك ما الحاله ما كاين والو شحال داك كيدير تيو قال لك كيدير 20000. واخا سي محمد حيتاش هذا المشكل هذا اللي تتشكى انت منه قضيه ديال انك توقف لك الماكله في المعده ولا تتحس بواحد الاضطراب خايب في الفم ديال المعده افكتيفمون يعني داك التيو اللي قال لك عليه الطبيب يقدر يكون ضروري. علاش؟ حيت كنشوفوا فيه افكتيفمون الفم ديال المعده شنو فيه يقدر يكون عندك فيه التهاب يقدر يكون فيه في حال ثقب ديال المعده داك الشيء كاع كامل كيخصنا نشوفوه حنايا غير بالتيو فهمتي؟ صحيح أيه. يعني غيدخلوا المعده ديالك ويقلبوا شنو المعده يشوفوا شنو كاين ميم با المعده غير الفم ديال المعده فهذا باش كنشوفوا واش كاين بحال دي زولسار او لا التهابات ديال الفم طيبه المعده ولا افكتيفمون. يعني سي محمد هذاك التيو ضروري منه الا كان شخص الطبيب الحاله ديالك ولقى بان هذاك التيو ضروري باش يشوف شنو كاين فمن الافضل ديرو
سورتو الا كان فيك هادشي دائم وسورتو الا كان الا كان ماشي المهم شي 5 سنين هذه ولا 9 سنين مع هذا الوحله اللي تتوحلك في الهضم ما كاينش شي حريق في المعده كيجي الحريق ما كاين ما كاينش معاه بحال التقيه اولا الحموضه اولا شي حاجه غير المهم الا جاب الله كاع وحلوا لي ديك جوج نغدات ولا ثلاثه اللي صرت في الاول يا دكتوره كان نلاحظ شكل الطواليل كانت تقيه داك الشيء وكان نرجم من بعد ناكل انت تتقيه يعني كاين شي حاجه كان له داك الشيء عاد كاين ترخف يقدر عمرك ما درت شي تحليله ديال جرثومات المعده نعم جرثومات المعده المعده مالها يعني ما عرفتش واخا واخا سي محمد انا كنصحك زعما انك تشوف طبيب ديال هذا الاخصائي ديال الجهاز الهضمي حيت الا كان ايفيكتيفون كيما قلت لك قال لك بانه ضروري ومؤكد للتيو فهو ضروري ويشوف معك هذه القضيه ديال جرثومات المعده حيت ديفوا تتكون حتى داك الهيليكوباكتر سيلوغي تتعطي داك القضيه ديال لي فوميسمون او لا ديال طياب المعده ولكن الافضل زعما تخصص ديال الجهاز الهضمي سي محمد شكرا الله يرضى عليك حنا دابا تخصص ديال الدكتور معليش مرحبا سيدي مرحبا بك قلت انا تخصص ديال الدكتور ما عاد تفيدكش في هذا الموضوع خصك تشوف طبيب ديال المعده والجهاز الهضمي كله وان شاء الله يجعل الله التيسير يا ربي ويشافي الجميع غادي نمشيو ونكملوا حديثنا دكتور زينب بياز شكرا على وجودك معنا وشكرا على الاجابات مع المسلمين والمواطنين ديالنا المغاربه اللي على خطيكم وتنسعدوا صراحه لو ما كنقدموا هذا الدور من المساعده ولكن الغلب الله يعني في الحدود المتاحه هادشي اللي غادي نقدروا نفيدوكم به طيب غادي ناخذوا السي حكيم من فقيه بن صالح السي حكيم صباح الخير صباح الخير يا سيدي اش اخبارك الله يبارك فيك بارك الله فيك دكتوره شكرا على هذا البرنامج سي حكيم لاباس عليك ياك ولا بس بعدا شت صويت عيان شويه لا لا بس شويه انا عيان حقيقه عيان شويه لاباس عليك سي حكيم لاباس عليك ماشي بعدا ولكن انا عندي واحد الحاله اللي دابا تجي بدا اليوم انا بعدا اولا من مطابق البرنامج انا عندي 70 سنه اي مرحبا سي حكيم هاي الدكتور معك تفضل بارك الله فيك السلام عليكم سي حكيم عندي واحد الحاله تنحرك تنعرق ينفو تنعرق ونشوف واحد شويه تضربني البرد تجيني البرد من اخري وداك الشيء تنتناول واحد الحبه ديال الهيسبامين ما غنديرش ما نقولش السميه ديال الدواء شي حبه من اللي هيسبامين دوك الحبيبات الصغار تنتنفس صافي تدوزني الحال ولكن ينفو يقدر يدير لي يومين ثلاث ايام تعاود يدير لي بحال هكا كل يوم ينفو في الماء عرقت تدير لي بحال هذيك بحال هكا تجيني هذيك تشرب الحبيبه بخير ما عرفتوش هذه الحاله هاديه ولا ماشي عاديه شنو تيجيك العطيس ولا شنو؟ تيجيني العطيس ومن اخري تيجراو وعيني يدوزوا بالبوار طريقه ديال البرد اللي واخا قول لي هاد الحاله هادي تتوقع لك غير في الصباح ولا تقدر تدوز لك نهار كامل لا تتوقع لي بحال في الوقيته فاش وسبحان الله في الوقيته دغم لي نهارك دغى نشوف شويه هذيك الساعه دير لي ماشي تتوقع على شحال غير دغيا كتمشي الا شربت ليستامين الا شربتي ليستامين انا صربت حبيبه ديال الاسبامين وحده صارت تقدرها وحده تقدر تدوز ليا هادشي ما يبقى فيا والو لا انا نسولك هاد القضيه ديال العرقه واش العرقه كتهضر عليها ديال الليل وكتصبح فازك وفي الصباح تتنوض من الفراش ديالك عاد تبداك العطسه ولا تقدر تكون برا وتبدا تعطس بحال هكا فوالا اكزاكتو دونك ملي تتفيق في الصباح ملي تنفيق في الصباح اكثريه ديال الوقت كدير ليا ملي تنفيق بحال ما كوك في الصباح وبعض المرات لبدت حوايجي ولا شي حاجه ولا سميتو بحال هي مسير بدلت غير شي حوايجي وداك الشيء وهادي ضربني بحال شي شويه البرد وداك الشيء دارت ليا شرب ديك الحبيبه بخير صبحت اليوم بخير الحمد لله واخا هادي بحال القضيه اللي تنسميوها حنايا الحساسيه ديال الغينيت سي اون فيت اون غينيت اليرجيك تقدر تكون فازو موتريسي اللي متعلقه بالقضيه ديال العطس ملي تيفيق البنادم من الفراش
تخرج من الفراش. هذه نوع من الحساسيه. حساسيه بحال اللي دو ا شونجمون ديال الكليما. أيه. حنا الحراره ديالنا داك التعرض ديال شونجمون ديال الحراره ما بين الخارج وما بين الداخل تتسبب لنا في واحد بحال تنقولوا تهيج، واحد شويه ديال تهيج ديال الحساسيه تتسبب لنا في داك الافرازات ديال لون اللي تيقول عليه هو ده هاد يعني هاد من سخون البارد. من سخون البارد يعني من الفراش نخرج من الفراشي تنخرج من الفراشي بنادم تيقول لك انا هي تنخرج من الفراشي اللي كنبدا نعطس 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 ولكن جينيرالمون تجي تسولو تتلقى في داك الوقيته ديال 11 ولا 12 يعني الوقيته ديال الصباح ما بقاش كيعطس يعني داك هادي ماشي ولا بدات تكون حساسيه ديال الربيع حساسيه ديال الموسم ولا هادي كنسميوها حنا اون غينيت فازوموتريس يعني الي دو غير داك القضيه ديال لو شونجمون ديال الحراره ديال لو كور ديالنا تتعطينا داك تتسبب لنا في هاد التهيج هذا وتتخلي هاد القضيه ديال لوني كيكول وهاد القضيه ديال العوينات العوينات حمرين حمار او لا العطيس وبيان سور كيما قال هو الدواء ديالو دي فوا سي جوست لونتي استامينيك هاد لونتي استامينيك هو مضاد لذاك الماده اللي تتفرز لنا اثناء التهيج حيت حنا لو كور ديالنا داير في الجهاز المناعي ديالو علاش غادي يعطيني هاد الهيستامين باش يخرج الا انه تعرض لواحد فحال كنقولوا مهيج هاد المهيج يقدر يكون براسو غير هاد القضيه تعرض للبروده يعني البرد بحد ذاته واخا دابا سي حكيم غادي مزيان ولا لا مزيان ماشي ولا بدا تكون حساسيه سي حكيم فهمتي هادي ماشي نقدروا ما نقولوش عليها حساسيه ديال الموسم ولا شي حاجه سورتو مي تيقول لي انه تيفيق في الليل تي الفيقه ديال الصباح العطسه ديال الصباح ولا لا هذه هادي تيكون هاد الحالات الدكتوره كاع اللي قلتي كلشي كاين اكزاكتومون داكشي اللي قلتي هو اللي كاين الدواء ديال سي حكيم هو لونتي استامينيك افيكتيمون دونك كنقدروش نعطيو شي حاجه حيت ماشي حساسيه ديال الادويه وديال الدخان وداكشي كامل طيب سي حكيم الله يزيد فرحتك شكرا لك انك بدلتي وعيتينا على اختك نهار مبروك اسيدي نهارك مبروك شكرا لك دكتور بيازين بصراحه على الاجابات ديالك والمستمعين ديالنا راهم على بال راهم كيسمعوا معنا شكرا لكم دائما مره ثانيه تنشكركم على محبتكم على تواصلكم وتفاعلكم الكبير معنا غادي نمشيو غير محطكم الاسري لاله فاطمه حلقتنا ديال اليوم الجمعه فقرتنا بالوالدين احسانا بغينا نتهلاو فيكم شويه اليوم انا عارفه الله يكون في العوان كل شيء الناس دكتور ياك اول حاجه تنشكرك من جديد على تلبيه دعوتنا جا الموضوع في وقته لما كنتكلموا على الربيع مشاكل ديال حساسيه الربيع فاكيد الجهاز التنفسي والحساسيه هذا تخصص اللي خصنا نطرقوا الباب ديالو دكتور بيا زينب البتاعه ديالنا وهي حاضره معنا في بلاطو البرنامج كيف ما لاحظتي كاين معاناه كثير ديال فئات عمريه مختلفه وتحديدا فئات الناس الكبارين شويه شفتي من الستينات الفوق كاين معاناه كثير فاحنا رجينا نختزلوا هادشي كامل غادي فتحنا الخطوط على بزاف ديال المكالمات ولكن باش نفيدوا هاد الناس شنو خاص يدار دكتور نقولوا انه هيا كاين الربيع كاين الحساسيه كاين المشكل ديال الحبوب اللقاح ولكن كيفاش غادي نقدروا ان نحمي راسي ونحمي الاسره ديالي من هاد الاعراض كامله اللي كنتكلموا عليها بامكاننا هادشي وي ممكن كاين بامكاننا كاين الناس اللي كيكونوا مريض بالحساسيه ولا عارف راسو مريض بالحساسيه برينسيبالمون الحساسيه ديال الحبوب اللقاح اللي في هاد الوقيته ديال الربيع كنصحوهم انهم ديما قبل ما يبدا الربيع من الافضل واحد 10 ايام ولا 20 يوم يشوف الطبيب ديالو المختص باش يبدا الدواء ديالو ديال الحساسيه سورتو الا كانت عنده واحد الحساسيه ديال 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 الحبوب اللقاح ولكن كما كنقولوا عليها طفيفه ماشي الحبه ديال المجهده باسكو كل وحده ولو تريتمون ديالها وكل واحد وليطا ديالو اللي كان اللي كنعطيو عليه الدواء حيتاش الدواء يعني ما كاينش غدوه واحد يعني كاين بزاف ديال الانواع على حسب الحاله ديال الواحد اول حاجه كتكون هي اول حاجه هي الوقايه بعد هذه اول حاجه في الوقيته ديال الربيع شنو نديرو في الوقايه يلاه في الوقايه في الوقيته ديال الربيع الواحد اللي كيتعرض للحبوب اللقاح وعارف راسو عنده حساسيه ديال الحبوب اللقاح يخبي يسد عليه ضروري ماشي يسد الظهر من الافضل انه يتفادى داك البلايص اللي تيكون فيهم القضيه ديال الحبوب اللقاح بحال ما يمشيش للطبيعه بزاف ما يتعرش ولا حتى الا كان مضطر انه يمشي للطبيعه يدير لا ماس انه يدير الكمامه ديالو ويحفظ راسو البافيت يديرها رجع لبافيت باش يحمي راسو من داك الاستنشاق داك لي بارتيكول الصغيرين ديال حبوب اللقاح اللي تكون في الجو باسكو دغيا تطير ودغيا تترسخ لنا في داك المجاري التنفسيه ديالنا تتسبب لنا في داك القضيه ديال الهيجان ديال الانف ديال العينين ديال الحلق العطيس بزاف الاسئله ديال العين والكحه والعطيس دونك من الافضل انه يتجنب داك الاماكن حتى الا كان مضطر انا قلت لك يدير البافيت يدير اللونات ديالو يحمي راسو من هذا الوقيتات ديال فهداك الربيع يحاول واحد 10 ايام ولا 20 يوم يشوف الطبيب ديالو وما باش يبدا الدواء انا قلت لك كاين ادويه الوقايه ديال الوقايه هما بحال تنقولوا تتهدن
داك التهيج واحد شويه كتكوفريه واحد ما تجيش داك الفتره ديال الربيع اللي هي برينسيبالمون مارس افريل ماي دافا حتى الجوان وصديبو على البصل فين ساكن صديبو على نوعيه حبوب اللقاح اللي كاينه باسكو كاين حبوب اللقاح ماشي مختصه غير في فصل الربيع شويه مجهده بزاف تقدر الزيتون قلتي لي داز الزيتون شويه قويه ديال في ابارتير ديال جوان جويلي هذوك اللي تيكونوا في الجنوب حريقه وداك داك بحال المخنزه ايتو يحاول يبدا لو تريتمون ديالو هادشي بيان سور الا تشخصات عنده الحساسيه الا كنرجعوا حنا ديما تنقولوا الا كان متبع وعنده تشخيص ديال الحساسيه ديالو كتاخذوا هاد المرحله بعين الاعتبار كتواكبوا هادشي مع كنواكبوا هادشي بيان سور حتى كنشوفوا الانسان واش بصح عنده هاد الحساسيه ولا ما عندوش بيان سور تي دوز باغ اختبارات ديال الجلديه اختبارات ديال دي فوا اختبارات ديال الدم تشخيص بطبيعه الحال ما خلناش تشخيص لانه ماشي موضوع الانسان راه نورمالمون متبع مع الطبيب ديالو يبدا الدوايات ديالو لي سو فورمي اما ديال الحبات ديال بحال كينقول الانسان الهيستامين يعني المضادات ديال الهيستامين المضادات ديال داك الماده اللي تتفرز لنا اثناء التسبب في الحساسيه اولا دي فوا داك لي سبري نازال عندنا داك المخاطات اللي كنرشوا في النقي والليف ماشي اللي كنقيو كاين هذاك الماء البحر اللي تنقيو لا ما تهضرش على ماء البحر هذا اللي تيكون كبخاخ كاين بخاخ سي اباز بحال تنقولوا اباز دو كورتيكويد دي زونتي انفلاماتوار اللي تهدنوا لنا داك الالتهاب اللي تتفرزوا لنا جيوب الانفيه جيوب الانفيه افكتيفمون تيبقى يتنفس مزيان دي فوا كان كيتخنق كيتوقف ما كيبقاش يتنفس ماشي تتوقف راه الجيوب الانفيه تيتشدوا كاع كاريمون ما تيبقاش كاين هاد الناس اللي عندهم هاد لا كاتيجوري كتشد لهم وكاين ناس ساكنه تيعانيو غير بالسيول ديال وبيان سور ديال العوينات عاوتاني نقدروا نعطيو تقطرات ديال العينين غير بور كالمي داك القضيه ديال ليغيتاسيون اولا الماكله ديال الحكه ولا الاحمرار دونك هادشي من الافضل انه ماشي يخلي حتى صافي حتى كنقولوا دخلنا لقطه الربيع قدر ما عادي يعاني من الافضل انه يشوف الطبيب قبل يبدا لو تريتمون ديالو ويكوفري راسو شنو دابا نقولوا فات الحال لا مازال ما فاتش الحال مازال كاين لا سي افريل مي هادي لا بيريود ديال التلقيح برينسيبالمون ديال الزيتون فهاد الوقيته دونك مازال الحال مازال بحال تقولوا مازال نعتبر كل موضوع واخا شو الحالات اللي كتقدروا تخوفكم شويه اكثر يعني نوصلوا لها نتفاداو ان نوصلوا لها شنو دكتور زين هي الحالات اللي تتقدر توصل لضيق التنفس الناس تيقول انا فيا غير حساسيه الصدر بهاد لو تيرم هذا ديال حساسيه الصدر الوغ ما تيبغيش يعترف بواحد لو تيرم سميتو ضيقه خص البنادم يعرف بان هذيك حساسيه الصدر راه ما وصلت للصدر الا وراه عنده الحساسيه ديال الانف او الهاد باسكو هذا راه توت ان كارفور يعني هابط الجهاز التنفسي فيه العلوي فيه السفلي العلوي تيبدا من هنايا من الليف الحلق وهو هابط حتى كيوصلنا لذاك الشعب الهوائيه ديالنا دونك الا كان هاد البلاصه هادي بحال تنقولوا غمضنا عليها العوينات وما تخيطيناهاش مزيان تتقدر تسبب لنا في تهيج حتى ديال الصدر هي الضيقه هي حساسيه الصدر اللي الناس ما بغيوش يعترفوا بها وبيان سور فهاديك الحاله ما كاينش شي دواء اخر نقدروا نعطيو من هذا من غير البخاخات الرابوز ديال الصدر هادي ضروريه تتبقى الحاله وحده اخرى ديالنا ديال الحساسيه اللي كنا نعالجوها هو العلاج المناعي العلاج المناعي سونسيبيليزاسيون حنا اللي تنسميوها شنو هذا؟ هاد الحلاج العلاج المناعي هو فحال تنقولوا الناس اللي عندهم الحساسيه بيان سور ابخي زافواغ في داك لي تيست وكل شيء تنقدروا نديروا ليهم تنعرضوهم لذاك الحساسيه اللي بانت عندهم فحال دابا ديال لو بولين اولا ديال هذا ديال الغبره ولا شي حاجه تنعرضوها ليهم وتنخليو ان الجهاز المناعي يوصل واحد الدرجه في انه تيبقى واخا يتعرض لديه ما يتهيش بزاف تنقولش انه علاج نهائي لالرجي ولا الحساسيه مي غير تتهدن وما تتبقاش تجيب داك نفس الحده اللي تتكون في اللي غتعذب الشخص اللي غتسمح له علاج طويل المده واخا حبيبتي طيب حنا باش نختموا الفئه الهشه قلنا هي الفئه المسنه غادي نركزوا عليها شويه بزاف لانه حتى الاطفال غادي نهضروا عليهم في حلقه بوحدهم باش من هذا ولكن اليوم نعطيو حق الناس للمسنين المسنين كنخافوا عليهم بزاف بعض المرات كتكون غير نزله واش تقدر نزله تعطيه ليا حساسيه خصوصا الا ترات فيه مده طولت ديال الاعراض ديال هاد العطيس وديال هاد الكحه وديال هاد ضيق التنفس وهاد المشاكل كامله اللي هضرنا عليها شنو نقدروا نديروا باش زعما نحميوهم ما يوصلوش لهذا الشيء الناس الكبار الكحه اللي جاتهم البرد كما قلت ماشي ولا بده تكون حساسيه راه سا ديبون على لو تيغان ديالو الا كانت عنده امراض مزمنه وحده اخرى فحال جو سي با الديابيت ولا لا طونسيون ديالو يعني ولا مشاكل اللي كنعرفوها الكورونا بزاف اولا كان الانسان يدخن بطبيعه حاله يعني التدخين حتى هو فاكتور
ديال الناس الكبار. كاين ناس كبار اللي مساكن بليين بالكارو ولا تعرض لذاك او لحسن ظروف العمل ديالهم. كاين الناس اللي تيخدموا في دي جوزين تيتعرضوا لذاك لي برودوي شيميك داك الروائح. دونك هادوك ماشي ولا بدا نقول انا عندهم راه عندهم الحساسيه, ولكن يقدر يكون عندهم واحد شويه ديال الفرط تحسس ملي تجيهم البرد ولا منزله ديال البرد. ومنزله ديال البرد بيان سور كما قلنا تقدر تسمن بالكحه وكل شيء, دونك تقدر يتزيروا. دونك هاد الناس هادو ما امكن انهم يشوف الكحه طولت فيه دوزت اون سيمين دو سيمين ولا ما مشاش, من الافضل يشوف الطبيب اخصائي الجهاز التنفسي ديالو يشوف شنو كاين. بطبيعه عن طريق الحوار مع السيد كنعرفوا نعرفوا شنو السبب ديال هذيك الحاله اش طولت. انا كما قلت لك في الاول الاسباب ديالها متعدده, لابد من التشخيص في الاول, يعني ما يبقاش غافل. وبيان سور في الناس ديال نزله البرد اللي تكون باينه عليها بين عطفي وبين علينا منزله البرد, كنصح ان الناس الكبار يتفادوا الاخذ الادويه عن طريق العشوائيه اللي عند صيدلي وناخذ دواء حق لي كورتيكويد ولا زانتيبيوتيك الوغ كو غادي غير منزله ديال البرد. وهذا لي كورتيكويد الا كان هو اصلا انسان كبير راه ما بالوك بهشاشه العظام, ما بالوك في لاغرافاسيون ديال الديابيت ديالو الا كان هو الا ديابيتيك. دونك من الافضل انه يشوف اخصائي ديال الجهاز وهو اللي يعطيه الدواء المناسب على الحاله ديالو. الله يعطيك الصحه دكتور, شكرا لك بزاف صراحه. شكرا لك لبيتي دعوتنا اول حاجه وسعه الصدر ديالك انك انت جاوبتي وعطيتينا الصبر. فناخذوا بهذه الوصايا, نشربوا الماء بزاف الله يكثر خيركم, نقللوا شويه من الخروج في المناطق الخضراء بزاف ولا مثلا الغابات. اي كتجينا الشهوه نشوفوا الطبيعه, ولكن دائما ناخذوا الاحتياطات. اما الا اضطريتي دير بافيت ديالك ديرهم في الفراش في الصباح. نحاولوا تهويه الصباح بكري ضروري او كور ديال لا جورني نشد هذا, ولكن في الصباح بكري نحل الشراجمات ديالي. ملي نكون انا غادي في الطريق الشراجم ديال الطوموبيل ديالي نشدهم, ما نخليش نقدر نستعمل في 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 الدار داك لي فيتر ديال التهويه باش ماشي نطلق لاكليم وداك الساعه هذا ما نتعرضش لذاك الهواء اللي كاين في الزنقه. دونك الطوموبيل نشدها عليا نشد الشراجم ديالي. بيان سور الناس اللي خلاص عندهم الحساسيه ديال الغبره اللي كاينه على طو طونون ديال لي وجه هذا النيف ما فيها باس تنقيه ديال الماء انا الوضوء اي باش نغسلو ونحيدو الميكروبات ونحيدو الفيروسات. كاينين هذه ديال الوضوء بوحدها وكاينه ديال الدواء حتى هو ديال الدواء بوحدو. الله يعطيك الصحه, شكرا لك دكتور بياز زينب. شكرا لك, شكرا حبيبتي على حضورك معنا شرفتينا. نعاود نذكر انه اليوم تكلمنا على هادشي كامل نزول عند رغبتكم مستمعينا الاعزاء. نتمنى لكم صحيحه وسلامه الله يشافي الجميع. دكتور بياز زينب بداوتنا اللي هي تخصص امراض الجهاز التنفسي والحساسيه, غادي نطرقوا عند الاطفال ان شاء الله في حلقتنا القادمه باذن الله. الى عندكم اي سؤال الى عندكم اي موضوع بغيتوا نتكلموا فيه دائما رقمنا الواتساب راه الاشاره 06 2004 غادي نمشيو فاصل ومن بعد راجعين. خليكم على مستمعينا.